السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدراسات الاجتماعية. سوف نقوم اليوم بمراجعة وحل تدريبات الدرس الأول من الوحدة الرابعة بعنوان النمو السكاني في الوطن العربي. دعونا معا نستمع إلى رؤية المدرسة. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. نتذكر معا قيمتنا الشهرية لهذا الشهر وهي قيمة المشاركة، والقيمة الأسبوعية وهي قيمة أفتخر كوني مسلمة. في هذا الدرس حبيباتي درسنا تطور سكان الوطن العربي، وتعلمنا أن سكان الوطن العربي زاد عددهم قرابة 4 أضعاف فيما في 39 عاما، حيث كان في عام 2278.2 مليون نسمة، إلى أن وصلوا في عام 2019 إلى 430.5 مليون نسمة. كما درسنا أيضا سكان دول الوطن العربي، هنا كما في موزع في الجدول درسنا سكان الجناح العربي الآسيوي وسكان الجناح العربي الأفريقي، وتعرفنا على الدول التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، وهي السعودية، اليمن، الجزائر، المغرب، مصر، والسودان، والعراق. كما تعلمنا أيضا أن توزيع سكان الوطن العربي غير متساوي على دوله، أي أن هناك دول بها عدد سكان كبير ودول أخرى بها عدد سكان قليل، لذلك توزيع السكان غير متساوي. أيضا تعد مصر هي أكثر دول الوطن العربي سكانا، حيث تبلغ نسبة سكانها حوالي 23.5% من جملة سكان الوطن العربي، وذلك في عام 2019. وتعد جزر القمر هي أقل دول الوطن العربي سكانا في عام 2019. درسنا أيضا العوامل المؤثرة في النمو السكاني، وهي تنقسم إلى عاملين هما الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية. وتعلمنا أن الزيادة الطبيعية تتمثل في الفرق بين عدد المواليد والوفيات، أما الزيادة الغير طبيعية تتمثل في الهجرة الوافدة. تعلمنا أيضا أن معدلات المواليد في الوطن العربي تتميز بالارتفاع، وذلك بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، حيث بعض الأسر العربية وخاصة الريفية تتفاخر بكثرة عددها. كما تنخفض معدلات الوفيات في الوطن العربي، حيث بلغت حوالي 5.3 لكل 1000 من السكان. ويرجع سبب انخفاض معدلات الوفيات إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الرعاية الصحية، التقدم الطبي في بعض الدول العربية، والاهتمام بصحة الأم والمواليد. انتقلنا أيضا إلى تركيب السكان، وتعلمنا أن تركيب السكان يقصد به الخصائص السكانية التي يمكن قياسها مثل العمر والنوع، حيث يتم السكان أو تقسيم السكان حيث العمر إلى فئات عمرية مختلفة، تنقسم إلى فئة الأطفال، فئة الشباب، وفئة كبار السن. أما من حيث النوع يتم تقسيم السكان إلى الذكور والإناث. من خلال هذا الشكل تعرفنا أن نسبة الشباب هي أكبر أو تستحوذ على النسبة الأكبر من سكان الوطن العربي، والنسبة الأقل هي فئة كبار السن. أيضا من هذا الشكل تعرفنا أن نسبة الذكور في الوطن العربي تصل إلى 52%، أما الإناث هي 48% من جملة سكان الوطن العربي. الآن ننتقل إلى حل التدريبات، وهو السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: أكثر دول الوطن العربي سكانا دولة مصر، تونس، الجزائر، السعودية. نعم أحسنتم، هي جمهورية مصر العربية. 2. أقل دول الوطن العربي سكانا هي:
بارك الله فيكم جزر القمر من العوامل غير الطبيعية المؤثرة في النمو السكاني للوطن العربي هي نعم الهجرة. الخصائص السكانية التي يمكن قياسها مثل العمر والنوع يطلق عليها اسم نعم التركيب السكاني. تصنيف السكان إلى فئات عمرية يشير هذا التعريف إلى التركيب العمري. تصنيف السكان إلى ذكور وإناث هو التركيب العمري، التركيب النوعي، التركيب الاقتصادي، الهرم السكاني. نعم هو التركيب النوعي. ننتقل إلى السؤال الثاني وهو صيغ تعريفا للمصطلحات التالية. التركيب السكاني، تعلمنا أن التركيب السكاني هو الخصائص السكانية التي يمكن قياسها مثل النوع والعمر. ننتقل إلى السؤال الثالث، بما تفسر انخفاض معدلات الوفيات في الوطن العربي؟ درسنا وتعلمنا أن السبب في انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي هو تقديم الرعاية الصحية، ارتفاع مستوى المعيشة، الاهتمام بصحة الأم والجنين، التقدم الطبي في بعض الدول العربية. السؤال الثاني، بما تفسر ارتفاع معدلات المواليد في الوطن العربي؟ يرجع ارتفاع معدلات المواليد في الوطن العربي إلى العادات والتقاليد لدى بعض الأسر وخاصة الأسر الريفية التي تتفاخر بكثرة عدد الأبناء. ننتقل للسؤال الرابع، وهو ما النتائج المترتبة على الزيادة الغير طبيعية للسكان؟ سبق وأن تعلمنا أن الزيادة الغير طبيعية للسكان يقصد بها الهجرة الوافدة في دول الوطن العربي، وتؤكد بأنها تتسبب في زيادة النمو السكاني في الدول المستقبلة لها. وأنا حبيباتي كنت طرح لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.